كل شيء تغير، الأخلاق تغيرت، المحبة تغيرت، الاحترام تغير، كل شيء. شو شو ضل في ال... ضل شو شيء. كيف الحلاقة كانت أيام زمان؟ كيف كنت؟ تفضل عادل. كانوا يتباهوا بحلاقة زمان. بقول لك الحلاق القديم إذا بده يعلم حلاق دوالة بده يتعلم حلاقة يروح يتعلم طب أهون له. آه والله. حياتي الوالد عنه. آه. يعني أنا لما استلمت 15 من 15 سنة فهمي استعلمتها بست أشهر حبيتها للصنعة. اسأل الحلاقة اللي كانت بالأول تلاقي الشاب يطلع يده ضوي شعراته لورا زي ممثلين الأمريكان القدامى هدول، تطلع على اليوم هدول حلاقين اليوم من جداد يعني كل الاحترام لهن. شو بدنا انت بتحلق لشباب جيل صغير؟ لا 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 لا, لا. بس للكبار؟ وانا حالك لثلاث ارباع اسرائيل. طيب اللي بيجي عندك، هل عندك زباين صار لهن سنين؟ اه طيب. عندك زباين تجاوزوا 20 سنه؟ اكثر. في عندي زباين صار لها 40 50 سنه لليوم بعدها بتيجي بتحلق عندك. الله يعطيني العمر. تحكي لي انت عنك، انت كحلاق دائما انا بشوفك في الناصره القميص الجرافي على الابره اللحيه، قلت لي يوميا 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 حلاقه الدكن، شو السر؟ هيك تعودت. تعودتي؟ اذا ما حلقش بنفس بالثاني يوم بتصير ترعاني عشان احلقها. شو رايك بالصبغات هاي الايام بهذا الجيل اللي بصبغوا شعرهن حتى في كبار بالسن عندهن انه بحبوا يصبغوا، في شباب صغار واللي بيعملوا شعرهن والاولاد انت ما بتحلق لهم، طب شو السبب اللي حلاق قديم وعنده هاي الخبره ما بيحلق لهذا الجيل؟ مش عيب عليه يحلق لهن اساسا؟ مش عيب عليه يصبغوا لهن؟ انا بدي اعمل حواجب للشباب وانا كمل انشمع. طيب شو احكي لي عن ايام زمان، كيف كانت القعده عند الحلاق؟ كيف كان يكون عند الحلاق؟ عند الحلاق كان يتجمع بيطلع 15 20 زبون يستنوا الحلاقه. وليله العيد؟ ليله العيد ضل الصبح. كانت القعده عند الحلاق شيء اساسي؟ شيء اه، واحترام موجود. بيجي بخلص زبون بيطلع الزبون عارف كل واحد، يعني انا بعرف مين فلان ومين علان بالدور، يعني مين دوره مين دوره، واللي ما بلحقش دور يجي تاني يوم ثالث يوم. ايام زمان حلقت انت لاول رئيس بلديه في الناصره سيف الدين الزعبي، احكي لي عنه. الله يرحمه. زلمه 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 غانم، زلمه ما بخلقش زيه زلام. كان يجي عندك مرتين في الشهر تقريبا؟ ما هو كل يوم كان يقعد عندي هون. كان يومي هون اجيب له الكرسي طاوله صغيره، صاحب القهوه يجيب له السكمله والقهوة السادة وتلتم هنا الكبار. احنا تعلمنا الأخلاق من الكبار والاحترام تعلمناه من الكبار. والحلاقته كيف كان يطلب حلاقته؟ كنت أتصبب صبابة على شعراته مرتين في الشهر. كان قديش الزلام كان يحلقوا أيام زمان وقديش إسا؟ 15 يوم لازم يحلق. لا والزلام بشكل عام كانوا يحلقوا أسبوعيا أو شهريا؟ لا لا الأغلب كل 15 يوم يجي يحلق، كان عيب ما يحلقش. أما هذا الجيل بعرف شو. أنا دائما بحلق على الدقة القديمة لأنه الزلمة له هيبته، لما بتكون هيبته كاملة بضل كامل، ولما بتبلش يتولدن زي الصغار بتقل قيمته. شو كان أيام زمان؟ كيف كانت الحلقة واللحية؟ الحلقة بالأول إشي أنا إلي صورة كانت عند بوتو نبيل أول ما طلعت اللحية، كنت مساوي لحية كان عمري بحدود 22 سنة. صفوت نبيل استعجب فيها كتير وعلقها برا فترة طويلة، وبعدين مرق العمر وتجوزنا وجانا أولاد قلنا خلص. شو الفرق عن اللحية الناعمة بتحسسك إنه أيام زمان؟ طلع إيش أكيد. بعدين الزلمة طول ما هو محافظ على جمال وجهه وجمال شعره وجمال جسمه بضل هو منيح. شو رأيك كيف كانت القعدة الحلاق أيام زمان؟ كنتوا كتار تتجمعوا عند الحلاق؟ أكيد 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 كنا كتار كتير، يعني كان بدال يمكن مش أقل من 10-15 بني آدم اللي يستنى بالدور عند الحلاقين. آه
طب واليوم أولادك أحفادك كيف بتشوفين عم بيحلقوا هذا الجيل؟ كديش الاشي مختلف عنك؟ في من هن اللي بيحلقوا حلقة زمان وفي من هن اللي بيحلقوا عادي مش على الموضة أما هو عادي يعني لأنه أولادي كلهم متجوزين وراهن بيوت أولاد الأحفاد برضو من نفس الاشي يعني كيف أهلين ربوهن.